فارس انت وحشتني قوي. عارف انا جبت لك ايه؟ حاجه كان نفسك فيها. نلعب مع بعض الدبدوب ده بمناسبة ايه؟ فالنتاينز يا ماما، عيد الحب. يا جابين مامي، يا جابيني يوتي. مالك يا حبيبي؟ عايز حقي في المصري. سايبانا نام كل ده؟ استني بس لما افهمك. هو فارس لسه ما اتصلش؟ البيه في حياتك يا مشيرة. مين اللي عمل في فارس كده؟ ومين في مصر ما يعرفش الست اللي لقيت راس ابنها في الزباله؟ ايه احتساب لك الدنيا كلها عشان تستريحي؟ يا ريت انت بس اللي ترتاحي. يا اخي الحمد بقى مرمطنا مرمطنا. قصدك تقول يعني ان اللي بيعمل الحاجات دي كلها شخص واحد؟ انا مش عارفه من غيرك كان ممكن يجرى لي ايه. مين اللي هيوصلكوا لحد المشنقه لو ابني ما بقاش قد كلمته؟ انت هتدفعي الدين اللي على ابنك ولا تحب اقول على كل حاجه؟ فارس جالي في المنام وقال لي ان هو عايز تورتاي. فارس مات، لا بيجي لك في الحلم ولا بيبعت لك رسايل. انا كنت عارفه ان انت شايله منه، لكن تكرهيه بالشكل ده؟ ليه بتعمليها بالطريقه دي؟ انا عايز احميها يا عبد الله. تحميها من مين؟ اللي بيبعت لي رسائل. اخد ابني، هيبقى ابني وبنتي.